تمام، انا بدات اسجل. ماشي، دي سيست ودي كونجينيتال سيست موجوده along the track of the thyroglossal pathway، هبوط الثيرويد، وعاده بيكون موجود along this pathway normally في كل الناس تراك رفيع خالص في fibrous tissue، ان ده كان عباره عن duct وقفلت. مكان الدكت دي بقى فيه ايه؟ سيست، وبالتالي السيست دي مربوطه بالتراك ده اللي هو fibrous track. لو انا قلت للمريض طلع لسانك لبره، يعني تخيلوا الصوره ان انا التانج ده هطلعه لبره، ايه اللي هيحصل في السيست دي؟ متوقعين يحصل ايه؟ ممكن هتترفع لفوق. هتترفع لفوق، هي باينه، هي من الاول باينه، تمام؟ هتترفع لفوق، هتتشد مع التانج. فلما العين يطلع لسانه لبره هتلاقوا ان السيست دي طلعت لفوق، حركت، دخل لسانك هتلاقيها راحت نازله، طلع لسانك هتلاقيها راحت طالعه، تمام؟ فده اهميه ان احنا بنقول للبيشنت طلع لسانك والكلام ده يعني. اوكي، ثانيه واحده نمسح اللي احنا عملناه ده. اوكي، فينو خلاص. فاحنا لو الماس اتحركت يبقى دي ايه؟ ثيروجلوسال سيست. لو ما اتحركتش، لو انت شايف ماس في الميد لاين ما اتحركتش، ممكن دي تبقى لينف نود مثلا، او تكون ثيرويد كبير يعني. الثيرويد نفسها او الثيرويد ليجنز مش هيتحركوا مع حركه الطلق، انما لو ثيروجلوسال سيست هتتحرك. اوكي، فبالانسبكشن انت هتشوف الماس وتشوف لو في سكار، ولو تشوف لو في بلسيشنز ومكانها طبعا، وتاسك البيشنت تو سوالو. ليه ask the patient to swallow؟ لما نقول العيان يشرب ميه، الثيرويد جلاند بتتحرك لفوق مع البلع. فاي حد فيكم لما يبلع ريقه، حتى دلوقتي حطوا ايديكم كده على اللور نك حوالين التراكيه او حوالين اللور تراكيه، ويبلع ريقه هيحس ان في ان السوفت تيشو بتطلع لفوق شويه وتنزل تاني. فحركه الماس مع البلع ده بيدل اكتر ان الليجن دوت ماسك في الثايرويد، تمام؟ قبل الانسبكشن هنعمل حركتين مميزتين، اسك ذا بيشنت تو سوالو وبروترود التانج، وهتشوف لو في ماسز ولا لا، والسكارز والبلسيشنز. اوكي؟ حد عنده اي سؤال في الانسبكشن؟ تمام، السكوت علامة الرضا. لما تيجي تعمل بالبيشن انت بتقف ورا المريض، تمام؟ بتقف ايه؟ ورا المريض، وبتحط ثلاث صوابع يمين وثلاث صوابع شمال، وبتخلي المريض ينزل رقبته لتحت شوية. اوكي؟ يعني ما يبقاش رافع دقنه لفوق، لازم يكون منزل دقنه لتحت، تمام يا جماعة؟ بعد كده تفاحة آدم عارفينها طبعا، تفاحة آدم، تمام؟ ده هو ده جزء من أو هي عبارة عن اللارينكس، واللارينكس ده مجموعة من الكارتليجز يمين وشمال، يعني هما حوالي ست كارتليج، ثلاثة يمين ثلاثة شمال تقريبا، أو سبعة أو ثمانية قصدي. فيهم اتنين صغيرين قوي مالناش دعوه بيهم، اراتينويد وحاجه تانية كده، وفيهم كارتلج كبير قوي هو اسمه الثيرويد كارتلج. فاللي انت بتمسكه بايدك ده في اللارينكس، اللي انت بتحسه ده هو ده حاجه اسمها الثيرويد كارتلج اوف ذا لارينكس، تمام؟ مش مالوش علاقه بالثيرويد جلاند، دي حاجه اسمها الثيرويد كارتلج. خلاص، تحط ايدك عند الثيرويد كارتلج وبتنزل لتحت شويه، خلاص، لحد ما تلاقي حاجه اسمها كريكويد كارتلج، اللي هي يعني ده الثيرويد في الميد لاين، تحتها على طول في حاجه كده بالعرض اسمها كريكويد كارتلج. بعد كده تنزل تحت هتلاقي التراكيه، تمام؟ التراكيه بيبقى ليها رينجز، طبعا لما تحاول تضغط عليها هتخنقك يعني، توجعك. المهم يعني ان اللور نك فيها التراكيه وفيها الابر تو رينجز اوف ذا تراكيه، قدامهم على طول يعني قدام التراكيه هو حاجه اسمها الازمس. الازمس اوف ذا ثايرويد، الازمس اوف ذا ثايرويد ده معناها ايه؟ لو في صوره انا حطيتها ان شاء الله فينها، هو الجزء الصغير ده يعني، عندك ده الرايت لوب والناحيه الثانيه ليفت لوب، وصل ما بينهم منطقه اسمها الازمس، تمام؟
حاجة في الاناتومي في من الإزمس نفسها. هو المحاضرة قدامها 10 دقايق وتفصل، فلما تفصل هنخش على نفس اللينك. أوكي. في الإزمس أوقات بيطلع لوب صغير في الميد لاين كده زي الهرم، اسمه بيراميدال لوب اوف الثايرويد، بتبقى عارفه يعني هو موجود، بس يعني ما بيطلع فيه نوديولز وعادي يعني زيه زي بقية الثايرويد تيشو يعني، بس مش موجود في كل الناس، ده فاريانت. اوكي. وصلنا فين؟ هو ده هدف كله، ان انت بتلوكيت الثايرويد فين. انت مع الخبره خلاص، ما لا بتحط ايدك على الثايرويد كارتج ولا على اللارنكس، تنزل على طول على اللور نيك وتحس الثايرويد، تمام، تعمل بالبيشن للثايرويد. اوكي. اهم حاجه تيجي في الميد لاين تعمل بالبيشن للثايرويد ازمس، تمام، بالبادز اوف يور فينجرز، يعني بباطن الاصابع، بباطن الاصابع، مش بطرف، مش بالتبس، بباطن الاصبع نفسه، خلاص، عشان لو في اي ماسز او نديولز تعرف تحسها، وتبتدي بالازمس عشان ما تنسهوش، لان انت الرايت والليفت لوب اوف ذا ثايرويد دول حجمهم كبير، فوارد انك تلاقي فيهم نديولز. فاول ما هتلاقي نديولز هتعمل الحاجه اللي انا بقول لكم عليها على طول، اللي هي اسمها ايه، الهابي ساين، فرحان بقى ولقينا بقى ديول، وتسرح وتنسى انك تبص على الازمس. فالازمس مهم تبتدي بيه في الاول، وانه موجود برضه في ايه، في الميد لاين. اوكي. بعد كده وصلنا فين؟ ازمس هنا يعني، بص اول حاجه هنا بتبلبيت الثايرويد، بعدين تنزل تحت عند الكريكويد كارتلج، وتبتدي تحس بقى الإزمس، وتحس الرايت لوب، بتثبت يعني الليفت لوب وتعمل بالبيشن للرايت لوب، وبعد كده تثبت الرايت لوب وتعمل بالبيشن للليفت لوب، تمام. كل ده بتعمله بالبادز أو ذا فينجر أو صباعك من جوه، تمام. وانت بتعمل البالبيشن ده خلاص انت حسيت مثلا السايز اوف ذا جلاند جلوبالي، يعني هي الجلاند نفسها كلها على بعضها كده نورمال ان سايز ولا انلارجد ديفيوزلي انلارجد، معناها ان في ديفيوز ديزيز في الثايرويد، ولا انت لقيت منطقه محدده هي اللي متضخمه، يعني لقيت ان في نديول على الرايت او على الليفت لوب هي دي اللي عامله الماس، تمام. فدولت احتمالين واردين. في احتمال تالت وده صعب شوية بس موجود، العينين اللي هم بيشتكوا من كرونيك ثايرويدايتس لأي سبب، منهم مثلا الناس اللي عندهم هاشيموتو ثايرويدايتس، ده أوتو أميون ديزيز بيعمل كرونيك انفلاميشن في الثايرويد. نهاية الليلة دي، نهاية الانفلاميشن دي على مدار السنين فايبروزز، واي فايبروزز بيخلي الاورجن يشرينك ان سايز، بتلاقي الثايرويد صغيره عن الطبيعي، تمام. بس ده مش بتشوفه كلينيكال كتير. المهم انت يعني حسيت ان في ماس موجوده او في كتله، فانت عاوز بس تتاكد ان هي ليها علاقه بالثايرويد فعلا، فهتعمل الاكزامينشن المشهور بتاع الثايرويد، هو اسك ذا بيشنت تو سوالو، يبلع ريقه، يعني عاوز تجيب له كوبايه ويشرب ماشي، عاوز صايمين مش هينفع ابلع ريقك خلاص، وتلاقي حركة الماس مع البلع، فتعرف او تطمن اكتر ان دي ماس فعلا طلع من الثايرويد مش لينف نود قدام الثايرويد. اوكي. ده موضوع البالبيشن، بتثبت بناحية وتعمل بالبيشن من الناحية التانية، تمام. تقول للعيان اشرب وتدي له كوباية عشان يشرب لو حابب، تاسك ذا بيشنت برضه ان هو يبروتروت هيز تانك، عشان لو انت كان عندك مثلا ثايروجلوسال سيست وانت بتعمل لها بالبيشنت هتلاقيها ايه اتحركت بقى، هتحسها اتحركت. في الانسبكشن هتشوفها بتتحرك، باي بالبيشنت هتشوف الثايروجلوسال سيست هي بتحسها بتتحرك، تمام. طيب انت عملت البالبيشن، ففي شويه داتا، في شويه ساينز عاوز لازم تطلعها، تمام. الألا وهي الجلاند نفسها،
احنا قلنا اول حاجه كسايز، هل هي جلوبالي انلارجد، فتحكم على السايز. والسيرفيس بتاعها، سيرفيس اوف ذا جلاند، هل هو سموث ولا نوديولر، يعني في اكتر من نوديولز مثلا 7-8 فكلهم عملوا ان السيرفيس الخارجي اللي انت بتحسه بايدك في كورجيشن او ريجولاريتيز كده، تبقى واضحه كبيره. ماكرو نوديولر تشينجز. السوالينج زي اي سوالينج في قلنا قبل كده، لازم تكومنت على 7-8 ايتمز اللي قلناهم، سايز شيب تندرنس بوردرز سموثنس ريليشن تو سكين ريليشن تو ماسل، كل الحاجات دي كلها بتطبقها زي ما هي على اي ماس ريجاردلس ايه هي الماس دي. تمام. مشهور عن الثايرويد جلاند ان هي تيشو في فاسكولاريتي. ليه هو تيشو في فاسكولاريتي؟ نورمالي عشان الثايرويد جلاند دي دايما نشطه، دي اللي بتطلع الهرمون اللي هو الثايرويد هرمون اللي احنا عاوزين ناخده نوديه على السيركوليشن. والهرمون ده رهيب، وهو اللي بيخلي جسمك يشتغل. هو يعني الثايرويد هرمون والكورتيكوسترويد هرمونز دي من الهرمونز اللي بتاثر على الجسم جلوبالي. تمام. فده هرمون يعني عامل زي بنزين الجسم كده، او عامل زي مثلا كهرباء الكمبيوتر. من غير كهرباء الكمبيوتر ما يشتغلش، من غير ثايرويد هرمون الجسم دوت ما يؤدي يعني. تمام. فهي فيري امبورتنت، فتلاقي في فاسكولاريتي كتير. فمع وجود هو اصلا يعني تخيل هو اورجن اصلا فاسكولار، فلما يكون اورجن فيه ابنورمال ديزيز وفي هايبر ثايرويديزم، في انفلاميشن او وظيفته بقت زياده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي فاسكولاريتي ولعت في المكان، فاسكولاريتي كتيره جدا. فبالتالي لما يكون في فاسكولاريتي كتيره جدا، العضو نفسه ممكن تحس ان هو بيبلسيت، بقى عامل كانه زي القلب كده، مع السيستول بتلاقي حجمه بيكبر شويه كده تحت ايدك، بتحس ان في بلسيشنز. ومن كتر الفيسلز اللي جوه، حركه الدم في الفيسلز سريعه، بتعمل مايكرو فايبريشنز كده، تعمل لك حاجه اسمها ثريل، فتحط ايدك على الثايرويد تحس بزنه، حاجه عامله كده شغاله على طول، زنه بيسموها الثريل. فانت مما هتلاقي ان الجلاند اوقات ابنورمال بتبلسيت، او ان بيبقى فيها ايه ثريل. طيب ايه الساينز الثانيه او احد الساينز؟ هي التندرنس. لما تحط ايدك على الثايرويد جلاند وتضغط عليها حاجه بسيطه، تلاقي العيان بيتالم، يبقى هنا في انفلاميشن. اوكي، في ثايرويدايتس. ومع هتدي كومنت وضوح في الريبورت بتاعك عن ريليشن تو مع السوالوينج ومع التانك بروتروجن، يعني اتحركت مع السوالوينج ولا لا، وتحركت مع التانك بروتروجن ولا لا. اجين انت مش عارف ان هي ثايرويد، انت بتجس ان هي ثايرويد، فانت بتعمل الخطوات الاكزامينشن دي وبتطلع داتا وبتكتبها، وعشان تعمل لها بعد كده اناليسيس، is it truly thyroid in origin or not. تمام. طبعا هو الميتنج هيفصل خلال دقيقة، فبلاش نخش في النقطة اللي جاية دي، ننتظر عشان نبتدي منها، هو موضوع الاشتراكية. تمام. نحاول نقوله بالبيشن سريعا كده، تحط ايدك على الثيرويد كارتج، بعد كده تنزل لتحت على الكريكويد، تجزامن الإزمس وتجزامن كل لوب لوحده. تمام. تبتدي لازم بالإزمس ما تنساش، وتاسك ذا بيشن تو سوالو، وتاسك ذا بيشن تو بروترود هيز تانج، بتجمع شويه داتا حجمها كلها على بعضها، السيرفيس بتاعها ريجولار نوت، البلسيشن والثريل والتندرنس، وعلاقتها بالسوالوينج والتانج بروترشن. ولو لقيت ان في فوكال ديول، تحاول بالبلبش تطلع السبعه والثمانيه items اللي احنا بنقولهم مع اي ماس، size shape والsurface والconsistency والborders والrelation to the skin relation to the underlying muscle. تمام. هننتظر بقى كده لحد ما الارسال يفصل، او خلينا نخش على التركية وخلاص، ولما يفصل بقى نرجع. زي ما قلت قبل كده في موضوع الشست والميديستاينم، ان التراكيه دايما لازم تكون موجوده فين؟ في النص. واحنا ازاي بنعرف ان هي موجوده في النص؟ ان انت بتحط صباعك هنا ما بين الاسترنوماستويد ماسل وما بين
التراكية يمين.